أهلا، اسمي ريتات حسين الحازمي، كاتبة ومؤلفة سلسلة رواية كنز البحر المفقود. بدأت القراءة في سن مبكرة واستمريت عليه حتى الآن، والقراءة هي من أهم الأشياء التي ساعدتني في تنمية موهبة الكتابة لدي. All those flashbacks had made her wonder from where she had come, and it still did. It was something she wanted to discover. She wanted the truth. Who am I? A thousand questions blasting through her mind, but the one that stood out was that question she always asked herself. Where did I come from? من هنا بدأت رحلة الاستكشاف والتي لم تنتهي حتى الآن. هذا الجزء الأول من كتاب كنز البحر المفقود، وهذا الجزء الثاني والجزء الثالث قريباً إن شاء الله. الكتاب الأول يتحدث عن عائلة فقدت الأمل، ولكن رجع الأمل عندما اكتشفوا سر مرة حلو في الطفلين ناتاليا وجيم. الكتاب الثاني تكملة للقصة الأولى، وفي الكتاب الثاني يكتشفون عالم اسمه The Fancy World. أنا يوم من الأيام رحت زرت مكتبة جرير وكنت أبحث عن كتب عشان أقرأها، شفت أن أكثر الكتب موجهة للأطفال الصغار أو للكبار، فأنا كنت حابة أني أقدم هذا الكتاب للقراء اللي في عمري، عشان شفت أنه ما في كان في عدد من الاختيارات الكثيرة من الكتب للفئة. صراحة أتمنى لكل قارئين كتابي أنهم يعرفون أنه إذا كان في أي حلم يبغون يحققوه يروحون على طول يمشون قدام ويحققون الأمنية حقهم، لأني أنا عارفة أن كل الأطفال عندهم مواهب، بس هذه المواهب هم لازم يكتشفوها بأنفسهم ويروحون ويحققونها. وأشكر أيضاً مكتبة جرير لاستضافتي اليوم وللتحدث أيضاً عن روايتي.